لي برضو بأن شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدأ وجودنا بالحب، فالنفخة من روح الله لتهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضا لا يتحقق إلا بالحب. النهاردة بنبتدي نتكلم في مدرسة جديدة هي اسمها Transactional Analysis، أو بنترجمها مدرسة التحليل التفاعلاتي. والمدرسة ديت مؤسسها واحد اسمه إريك بيرن. الراجل ده اتولد في كندا سنة 1910، اتولد في القرن اللي فات وأنهى دراسته في الطب، برضو إيه طبيب. قلت لكم قبل كده إن اللي عملوا المدارس العلاجية كلهم أطباء، واللي عملوا مدارس علاجية من السايكولوجيست كده اشتقوها من حاجات الأطباء وبدأوا يعملوا حاجات إيه على قدهم كده، ها؟ فده طبيب اتخرج من الطب سنة 1935 ودرس في جامعة ييل، وتوقف تدريبه في التحليل النفسي لأنه كانوا بيشترطوا إنه أي حد في أمريكا هيمارس الطب النفسي لازم يمر بالتحليل النفسي، يتعمل له هو تحليل نفسي. وكان الهدف من ده انه يفهم نفسه عشان ما يسقطش مشاكله على الايه؟ على الاخرين. للاسف الشديد انتوا كباحثين نفسيين، انا بقول وبصر على انكم باحثين نفسيين، كلمه اخصائيه دي ولا اخصائي نفسي دي كلمه غلط، لان الاخصائي النفسي هو ده بعد ما ياخد الماجستير، ده يبقى اخصائي طب نفسي. انما انت اسمك باحثه نفسيه مش اخصائيه نفسيه. فالحكايه خطا التسميات ده بيعمل مشاكل، لانه بيفهموا انه انت اخصائيه نفسيه يعني انت مش ماجستير في الطب النفسي، ويروحوا لك ساعات ويتخدعوا وياخدوا احباطات لانه رايحين عارفين انك طبيب نفسي وده مش حقيقي. فكان مهم قوي. طبعا انتوا لا بتمروا بتحليل نفسي ولا حاجه خالص، واهو بالعافيه كده نقعد ايه كل واحده تعمل لها ويب سايت كده، ها، وايه وتحط بقى انها تكتب مش عارف ايه، واخده شويه كلام من محمود حموده وشويه كلام مش عارف مين تحطهم ويبداوا يقول الله ده اخصائيه نفسيه، طب يلا بقى ان ايه وتعمل جلسات وتعمل بيزنس، وبعضهم يفتحوا مراكز وخيبه تقيله وعك أزل اللي ملوش أي أساس. الراجل ده عشان أساساً هو طبيب نفسي كان لازم يمر بالتحليل النفسي من محلل نفسي معتمد وياخد شهادة عشان يشتغل طبيب نفسي، ده كان أساس في أمريكا. دلوقتي تخلوا عنها شوية، لكن لازم يمر بكورسات وحاجات تخليه يبقى برضو معدل التعامل مع المرضى النفسيين. الراجل ده توقف تدريبه بسبب الحرب العالمية الثانية واشتغل في الجيش طبعا، لأنه كانت أمريكا داخلة الحرب، فهو اشتغل في الجيش. وبعد الحرب استأنف الدراسات بتاعته على يد مين؟ إريك إريكسون. الراجل ده أنتوا عارفينه وكلمتكم عنه قبل كده. الراجل ده كان جوز والدته طبيب أطفال اللي كان بيعالجه وهو طفل، وطبعا ما كانش يعرف ابوه، فالراجل ده سماه باسمه، يعني اتسمى على اسم جوز امه. لكن لما كبر إريك إريكسون وبدا يعيش ازمه هويه، فبدا يبحث عن اصله، فاطلق على نفسه انه إريك ابن إريك. ها؟ إريك إريكسون. صن دي يعني ايه؟ يعني ابن ايه؟ إريك، يعني إريك ابن ايه؟ ابن إريك، فكأنه بيسمي نفسه اسم ايه؟ شوفوا بقى ده أثر على التلميذ بتاعه ازاي؟ التلميذ بتاعه خد اللي هو مين؟ إريك بيرن.
خد الجنسيه الامريكيه سنه 39، هو الراجل شارك في الحرب بقى مع الامريكان، فادوا له الجنسيه الامريكيه لانه اصلا من كندا. غير اسمه الى ايريك بيرن، كان اسمه في كندا ايه؟ لينارد برينشتاين، غيره الى ايريك ايه؟ بيرن. وايريك دي جايبها من مين؟ إريكسون. ها؟ من ارتباطه بالاستاذه خد ايه؟ إيريك، وسمى نفسه إيريك بيرن. طبعا هو عمل النظرية بتاعته دي في التحليل التفاعلاتي في الخمسينيات من القرن اللي فات، واللي هو القرن العشرين، واستخدمت هذه المدرسة في حاجات كتير جدا. يعني هتتصدموا انكم تعرفوا انها تقريبا في كل حاجة استخدمت، في العلاج النفسي في الإرشاد النفسي العلاجي في الإرشاد النفسي الزواجي وهنقول إزاي بالتفصيل بعد كده، في الإرشاد النفسي التعليمي في الإرشاد لتنمية الجماعات يعني جماعة معينة مش هقول اسمها ايه عشان تعد الكوادر بتاعتها، بياخدوهم يعملوا لهم كده ورك شوبس كده ويقعدوهم بالاربع خمس ساعات في المره الواحده ويكرروا ده، ويبداوا ايه يعيشوهم تفاعلات عشان يلقطوا منهم مين ينفع قيادات ومين ينفع تابع ومين ينفع ايه، وفي نفس الوقت ينموا العلاقه بينهم وبين ايه بعض، ويفكوا الصراعات اللي بينهم بحيث يبتدي يبقى ولائهم للجماعة من غير صراعات بينهم وبين ايه بعض. فده بيحصل في كل الجماعات اللي ايه اللي على جنب او اللي مش على جنب والمؤسسات. يعني لو تخيلنا عندنا مؤسسة ورئيس مجلس الإدارة على خلاف مع المدير المالي للمؤسسة ومع مدير التسويق، ومدير التسويق والمدير المالي عندهم خلافات مع ايه؟ مع بعض. المؤسسة دي هتكسب ولا هتخسر؟ ليه هتخسر؟ عشان اصلا لما رئيس مجلس الادارة ياخد قرار المدير المالي هيخبط فيه ويعارضه، وبتاع التسويق مش هينفذ الخطة اللي ايه؟ المستهدفة، مش كده؟ فالشركة هتقع وتبقى على دماغ البلد كلها. وطبعا عشان كده القطاع العام في مصر كان ايه؟ بيخسر، مش كده؟ ليه بيخسر؟ ليه؟ لانه هو مجموعة افراد غير متألفين وجايبينهم كل واحد من حتة كده، جايين بالقوة العاملة ومحطوطين مع بعض مش فاهمين حاجة، بيخبطوا في بعض وكل واحد فيهم فاهم ان هو بس اللي بيفهم، والصراعات بينهم كتير والمشاكل كتير، فكل واحد فيهم بيشتغل بدماغه، وكل واحد بيقول لك على قد فلوسهم، وكل واحد يقول لك الله ده رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب بياخد مش عارف ايه واحنا بناخد ملاليم، وهكذا. في ايه؟ في احقاد وفي صراعات في المؤسسه. فالمؤسسه دي عمرها ما ايه؟ ما هتعلى. عشان كده بقى بيعملوا لها ارشاد بالمدرسه دي، بيجيبوهم مجلس الاداره يعملوا له ورك شوب، وبعدين ياخدوا كل إدارة بالمدير بتاعها ويعملوا لهم إيه؟ ورك شوب وهكذا. والورك شوب ده ممكن يقعد أسبوع، وطبعا بيدفع فيه فلوس للمدربين، فلوس إيه؟ فلوس عالية. يعني المدربين اللي بيشتغلوا عشان يطلعوا الصراعات دي ويحلوها بين العاملين في المؤسسات بياخدوا مبالغ مالية جامدة عشان بيحلوا الإيه؟ المشكلات، ويساعدوهم إنهم يحطوا خطط عمل وينجحوا فيها. ومش بس كده، وبيستخدم في التنمية الإدارية اللي هي بتنجح المؤسسات وتنجح الايه الجامعات. وطبعا انتوا دلوقتي عارفين ان في حاجة اسمها هيومن ريسورسز، مش كده؟ وكتير منكم عايزين يشتغلوا هيومن ريسورسز، او شغل الهيومن ريسورسز اساسا بالمدرسة ايه؟ بالمدرسة دي. ايه بقى هو الاساس لمدرسة التحليل التفاعلاتي؟ ده سؤال. طبعا الاساس زي ما انتم شايفين كده، الله
الكلام ده شفناه قبل كده؟ ده كلام مين؟ كلام سيجموند فرويد، مش كده؟ ادي الانا الاعلى وادي الغرائز وبينهم ايه؟ صراع. وبعدين الانا بيعمل حيل ايه؟ عشان يحل الصراع اللي بين الانا الاعلى وبين الايه؟ وبين الغرائز. الله، طب الراجل عمل ايه ده عشان ياخد الكلام ده؟ الراجل راح عامل اخد الحالات التلاتة اللي هم كانوا قدامنا دول، اللي هم الانا الاعلى والغرائز والانا، وراح عامل لهم الايه؟ التوليفة دي. قال ان السوبر ايجو ده الايه؟ الاب اللي جوه كل واحد فينا، والغرائز هي ايه؟ الطفل اللي جوه كل واحد فينا، والراشد هو ايه؟ الايجو اللي جوه كل واحد فينا، وانه هو اللي بيعمل الايه؟ الحيرة الدفاعية وشغل عقله عشان يحل الصراعات اللي ايه؟ اللي موجودة. الله، مش انا قلت لكم زمان ان مدرسة التحليل النفسي هي ام المدارس؟ حصل ولا ما حصلش؟ هي ام المدارس وما زالت ام الايه؟ لانه المدارس بتاخد منها الاسس وتبتدي تطبقها باشكال مختلفه، ويقول لك احنا جبنا مدرسه ايه؟ مدرسه جديده. فالمدرسه دي بقى المفاهيم الاساسيه فيها، ادي اول مفهوم اللي هو الايجو ستيتس، اللي هي حالات الايه؟ الانا. طب حالات الانا ما هي اللي احنا قلناها من شويه، اللي هي الاب والطفل والراشد، اللي هم الثلاثه دول، دول حالات الايه؟ الانا. تاني حاجة اللي هو تفاعلات البشر، يعني الترانز اكشن او التفاعلات اللي بتتم بين البشر وايه؟ وبعضها. تالت حاجة السيناريوهات اللي شفته هدى وهي عاملة سيناريو للأورجانيك اللي عايزة ايه؟ تعمله، وعاملة سيناريو للمدير وبتعمله بينها وبين نفسها وتعمل خناقة لوحدها، ولما خليناها تعيش هذا السيناريو أو من أنت قوم واقف عند الباب وخلي حد يقعد على الكرسي، قوم قاعدة نايمة خسارة الكرسي اللي أنت قاعدة عليه، روح اقعدي مكانها. فهنا السيناريوهات كل واحد بيبقى له إيه؟ سيناريو بيرتبه إيه؟ في دماغه، وبيبقى خاص بيه، وكل سيناريو خاص بذات من الذوات اللي هم الذوات الايه؟ الثلاثه اللي هي حالات الايه؟ الانا. وفي نفس الوقت في العاب مستخدمه، يعني كل واحد له ايه؟ جيمز بيلعبها. يعني لو شفنا هدى ايه الجيمز اللي بتلعبها؟ الصراع مع الايه؟ مع السلطه دايما على طول، دي جيم بتلعبها وبتخبط في الايه؟ في السلطه. وشفنا لما قعدنا مصطفى قدامها كمدير عملت فيه ايه؟ بس لما قعدناها مكان المدير بدا يبان الجيم ايه؟ مختلفه، وبدا حست انها مبالغه جدا في عدائها للايه؟ للمدير، مع انه مش سيء قوي كده يعني، وما بانتش بالسوء اللي كانت مبيناه لما كانت بتهاجم المدير. ففي جيمز بتستخدم بين البشر وهنوضحها ونتكلم عليها بالتفصيل. وبعدين في رسم بياني بقى بيورينا بقى الايجو جرام. الايجو جرام يعني ايه؟ يعني الذوات الثلاثه متواجدين ازاي في كل شخص. وهنشوف ده، وهنشوف قد ايه هو بيأثر على كل واحد فينا. يعني الكلام ده مش ايه؟ مش في العيانين بس، ده الكلام ده للاصحاء، ها؟ وليك انتوا كناس بتشتغل في المجال بتاع الايه؟ السايكولوجي والسايكاتري. فحالات الانا بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الايجو ستيتس، اهم الثلاثه اهم، ادي حاله الايه؟ وادي حاله الايه؟ وادي حاله الايه؟ اهو ادي الثلاث حالات، بيرنت ايجو ستيت، ادلت ايجو ستيت، وبعدين تشايلد ايجو ستيت، اللي هم دول، مش كده؟ اللي هي نفس الثلاثه بتوع فرويد بس مع تغيير الاسماء.
طب ايه بقى حاله الابوه دي؟ هل حاله الابوه دي هي فعلا السوبر ايجو؟ اهو تقليد لا شعور لما ايه؟ الله، مش هو ده السوبر ايجو اللي احنا ورثينه؟ اهو، وبعدين ده الجزء اللي غرس في الشخصيه من قبل الايه؟ الله، ده كاننا بنتكلم على السوبر ايجو. والسلوكيات بتخضع لما ايه؟ لما يجب ان يتم وما لابد ان ايه؟ ان يكون. ده الايه؟ بيرنت ايجو ستيت. ها؟ وفي نفس الوقت بتعبر عن النظام الايه؟ القيم داخل الانسان، يعني هي اللي بتسيطر على سلوكياته وهي اللي بتوجهه. ممكن الاب ده يبقى كيرنج. كيرنج يعني ايه؟ راعي للاخر، متفاهم، متسامح، مساند، محب. هل ده حصل في الحالات اللي شفناها النهارده؟ يعني هل كان فيه بيرنت واحد من آية بس، آية بس اللي كان الأب إيه؟ راعي. وعلى فكرة قبل العلاج ما كانش كده، ده لما إحنا خبطنا فيه وبعتنا له رسائل عن طريق الأم، مش كده؟ فابتدى إيه؟ ابتدى يتغير ويبقى كارم. لكن هو كان من النوع اللي جاي دلوقتي. فالمرضى دايما بيعانوا من ايه؟ من هذا النوع من الابوه. انه اهو مريم زي ما انتم شايفين، الاب ايه؟ مفيش، بالعكس اب غير ده خالص. وهدى نفس الحكايه، وايه ابوها كان كده واحنا اللي غيرناه. شوفوا بقى الاب الثاني اللي هو الابوه اللي ايه؟ القاسيه اللوامه. اهو لوام للشخص او للاخر، مؤنب، موبخ، مهاجم، منتقد. مش هو ده اللي حصل في هدى، وحصل في مريم، وحصل في مريم رودي اخرى، ولا مش حصل؟ لا بابا مش كده. طيب فايه؟ فاذا الاب القاسي ده بيدي الصوره للسلطه الداخليه، سلطه ايه؟ قاسيه. وهنشوف ده اكتر دلوقتي. طبعا حاله الابوه ممكن لما بتسيطر على الشخص بتخليه يبقى متصور ان هو عنده اخطاء، والاخطاء دي ممكن تبقى على مستوى الخيال يعني بداخله، ولكن في نفس الوقت ما يتسامحش مع نفسه. يعني يبقى عنده احساس بالذنب على حاجات متخيله، زي بتوع الوسواس. بتاع الوسواس بيبقى عنده احساس بالذنب، او بتاع البانيك بيبقى عنده احساس شديد بالذنب، فبيسلط عدوانه على نفسه، فبيحكم عليه بالاعدام، ويحس ان هو بيتخنق وبيموت، وان كانه بيواجه حكم الاعدام ويعيش احساس الموت. فهنا مفيش تسامح من الايه؟ من جزء البيرنت هنا، وفي قسوه وبيعاقبوا عليها كانها فعلا ايه؟ واقع، وكانها حاجه حصلت فعلا، وهي على مستوى ايه؟ الخيال. نيجي لحالة اللي ايه؟ الرش اللي هو الادلت ايجو ستيت، بيقدم افضل الحلول للمشاكل اللي تواجهه بصورة ايه؟ ما هو ده بقى بتاع العقل، وهو ده اللي بيوفق بين الايه؟ الصراعات الموجودة الداخلية. وبعدين بيقدم الحلول بصورة مناسبة، وبيطرح احتمالات، وبيرجح انسبها. يعني ده بيفكر بشكل منطقي وشكل علمي، ويبقى بيشتغل بعيد عن انفعالات الايه؟ الطفل. يعني بيتصرف كايه؟ اللي انا كنت بحاول اخلي هدى ايه؟ تعمله. هدى بتنزل تعمل ريجريشن للايه؟ لموقف الطفل، وانا بحاول ارفعها لموقف الايه؟ عشان تستمر وتنجز، مش تهرب بالايه؟ بالطفل اللي جواه. طبعا بيشتغل بقى بعيد عن نزوات الطفل، لانه لما هدى هربت من الشغل يومين ورا بعض، دي ماشيه مع ايه؟ نقوص، وماشيه مع نزوات الطفله اللي جواها. انما هل الادلت اللي جواها بيدفعها للتصرف والنضج وتحمل المسؤوليه؟ شويه بتروح وشويه ايه؟ فهنا النزوات بتغلبها، وطبعا بعيد عن تسلط الوالد وتشدده.
عشان كده بيطلق على حاله الراشد دي ان هو الزرقاء كده. وطبعا بتطبق مبدا ايه؟ هنا والان. يعني معناها ايه؟ يعني معناها انه مظبوط ايه؟ على الشعره زي ما بيقول. يعني ده واحد زيه كانه كمبيوتر متظبط قوي. بس هل تظبيطه القوي ده ميزه ولا عيب؟ هنشوف بعد شويه. يعني حالة الرشد عقل صح، توازن صح، ارتباط بالواقع صح، هنا والآن، تحمل ايه؟ تحمل ايه؟ الله، ده يعني احنا شايفينها كلها ايه؟ مزايا مش كده؟ طب هنشوف ايه بقى حالة الطفل؟ حالة الطفل اللي فيها ايه؟ بيتصرف الشخص ويفكر ويشعر من خلال ايه؟ يعني هدى لما ما راحتش الشغل يومين كانت ماشيه تبع ايه؟ الطفله اللي جواها رجعت ليه؟ طفله بتهرب من ايه؟ من انها تروح تواجه المدير وتواجه مسؤوليات الشغل وتقعد في البيت. وبعدين عايشه في احلام الايه؟ الاورجانيك. انا هزرع اورجانيك والاورجانيك ده اسعاره عاليه وهبقى لان اصلها بتشتغل في ماكدونالدز. ماكدونالدز فيه بيبقى جزء في السندوتشات اورجانيك بس اسعاره ايه؟ متميزه. فعشان كده ايه؟ هي عايزه تهرب لايه؟ لده المتميز اللي بيجيب فلوس كتير ويبعدها عن الاداره. بالظبط، احلام الطفل. طبعا هو عفوائي وتلقائي طبعا، وبيسمى بالذات الطفليه او الذات الايه؟ الحره او الذات المنطلقه. يعني الطفل ده ممكن يبقى هو الجزء المبدع اللي فينا. يعني ممكن هدى دي تبقى مبدعة وبتفكر في الايه؟ في الاورجانيك وتقدر تعمله كويس، بس امكانياتها ما تقولش انها تقدر تعمل ده. مش كده؟ في ناس كتير الطفل المنطلق اللي جواهم ده اوحى اليهم باختراعات وعملوا اختراعات. يعني واحد زي الكسندر جراهام بيل ده عمل اكتر من 1000 اختراع، اللي هو مخترع التليفون. ليه؟ لانه الطفل عنده فيه ايه؟ في خيال الطفل وتلقائيته، فبتطلع ابداعات. صلاح جاهين كشاعر كان لما بيجي له دور الهوس بيخليه في حاله طفل وعدم سيطره من الواقع، فيقول لك الشجر الناشف بقى ورور والطير بقى لعبي ومتهور، ها؟ ويقول حاجات كلها ايه؟ كلها انطلاق وكلها مرح طفل. طفل بايه؟ بيلعب. طفل بيستمتع. وطبعا سعاد حسني بتجسده طفله، تحس انها طفله ايه؟ بتعمل اللي هو بيقوله بالظبط، لانه كان الاب الروحي ليها. فهنا الذات المنطلقه دي الطفل ممكن تبقى عفوائية ومبدعة، وفي نفس الوقت ممكن تبقى ايه؟ فيها اندفاع الطفل واخطاء الطفل فتسيء الى الايه؟ الى الشخص. طبعا بتسيطر على تصرفاته وعلى مشاعره والحدس الداخلي والانفعالات من غير مراعاة للايه؟ عادي المصيبة. لانه ممكن قوي يبقى ايه؟ مع اصحابه كده بيتكلموا وبتاع، والله احسن طريقه للاسرع طريقه للغنى ايه؟ انك تشتغل في المخدرات. يروح داخل في ايه؟ هنا عمل ايه في الواقع؟ ما فقش للواقع وهمه المكسب، فدخل في تجاره المخدرات مع اول صفقه مسكوه واتحط في السجن 25 ايه؟ حلو؟ كسب؟ الطفل اللي جواه وداه في 60 ايه؟ في 60 داهيه. عشان كده لازم يبقى فيه وعي بالواقع الايه؟ الخارجي. طبعا هو بيتضمن الطفل المتكيف. يعني ايه الطفل المتكيف؟ اللي هو ادابتد تشايلد، اللي بيخضع للاوامر الايه؟ الابويه، والمستسلم تماما لكل اللي بيعزوه الايه؟ الكبار. ففي طفل كده. يعني ايه رايك يا فادو؟ لما واحدة كانت عندي امبارح اتجوزت واحد لقيته مطيع لأمه جدا، وكل ما تيجي تقول له حاجة يقول لها حاضر ويدخل على جنب يكلم ايه؟ ياخد رأيها. ده راجل ولا ده طفل؟
طب هل هو طفل متمرد ولا طفل متكيف؟ متكيف وماشي تبع ايه؟ تبع اوامر امه. ها؟ لكن في واحد تاني كان عندي امبارح برضو، ده مدمن، ورغم انه لسه عريس جديد الا انه رجع للايه؟ للادمان تاني، يعني بطل عشان يتجوزها وبعد ما اتجوزها رجع للايه؟ للادمان تاني. ده طفل، لكن طفل ايه؟ متكيف مندفع ومتمرد. فما بيخضعش للأوامر. طبعا المتكيف بيستسلم للأوامر والتعليمات الايه؟ الأبوية. لما الولد اللي تابع لأمه ده مراته هتنجح معاه؟ دي جاي عايزة تطلع منه، واصلين للطلاق، وهي تعبانة جدا من انه كل ما تكلمه في حاجة ما يردش عليها الا لما ياخد ايه؟ رأي أمه. فهنا فقد تلقائيته ولا ما فقدهاش؟ وبقى منفذ للبرمجه الايه؟ الوالديه، فكانه امه مبرمجاه ومشياه زي ما هو ايه؟ زي ما هي عايزه. هنا ده يبقى راجل ويتعاش معاه؟ لو اتجوزت واحد كده هتعملي ايه؟ هتنطقه هتعمله ايه؟ هتطلعي؟ ما هو في طلاق كل دقيقتين. الحالات دي للانا، الحالات دي للأنا ما بتتوقفش على سن الشخص. يعني ممكن قوي يبقى راجل سنه 70 سنة ولا 50 سنة وعقله ايه؟ طفل. الذات المسيطرة عنده طفل. وممكن يبقى ولد سنه 20 سنة والذات المسيطرة عنده ذات الراشد أو الذات الوالدية. ما هو ساعات ايه؟ مراهق يلاقوهم بيقعدوا من هو صغير من سنه 7 سنين يضغطوا عليه صلي صلي مش عارف ايه اتوضى كويس مش عارف ها، فيبتدي بقى ايه يروح عند سن المراهقه كده ويروح طالع لهم كده بوسوسه وسيطره عليهم ويبتدي بقى ايه لا انتوا ما بتصلوش صح، ينتقدهم ويهاجمهم ويعمل نفسه ربنا عليهم. ده اخذ الذات الايه؟ الوالديه، وبدا يفرض عليهم اللي هم كانوا بيقولوه له، يقولوا لهم ربنا قال، ودام ربنا قال كله هيخرس. فالواد بلعبه سيطر على الايه؟ عليهم، لانه تقمص الذات الوالديه اللي هي بتفرض المفروض اللي ربنا فرضه، بس بتفرضه بتشدد وتزمت، فيخنق اللي في البيت لدرجة انهم يبقوا عايزين يرموه بره الايه؟ بره البيت. فالحكاية دي او حالات ملهاش دعوة بالايه؟ بالسن. يعني ممكن في اي سن يبقى فيه الايه؟ مين ده بقى؟ محمد عز. ده كان ايه بقى؟ شخصيته كان ايه؟ كان طفل. طب وامه كانت ايه؟ الكيرنج بيرنت، اللي هي الام الايه؟ الراعية الحانية، اللي كانت على طول مدلعاه ومعيشاه في دور الطفل. طب هو كان طفل متكيف ولا طفل تلقائي؟ تلقائي، كان بيعمل مصايب، كان بيتجوز من غير مش عارف ايه، راح وهو عنده مرض السكر طبق قد كده حلويات بيفطر بيه. ها؟ يعني ايه الافتراء ده؟ يعني طفل مش متكيف بيسمع تعليمات الام واوامرها، لا ده طفل ايه؟ تلقائي. لكن هي بالنسبه له ام ايه؟ راعيه. طبعا انتوا فاكرينه كويس، شايفين ده ايه؟ هنا دي بتشتغل ايه؟ ام راعيه اهي، وهو ايه؟ طفل متلقي. ها؟ عايش دور الطفل. الفيلم ده شفته الاسبوع اللي فات، يا فدوى قوم اقف تعالى حد يجي يقعد مكانه. اما مستفزني جدا ليه قاعد قدامي ونايم؟ يعني جاي من بيتكم ليه يعني؟ هاي اقعدي مكانك. فهنا الفيلم ده شفته اسمه كلهم ايه؟ اولادي. الفيلم كان بطولة شكري سرحان وحسن يوسف وزيزي البدراوي وامينه رزق وصلاح ايه؟ ذو الفقار. والاب كان راجل شديد جدا، يبدو ان هو عبد الخالق صالح. ده كان شخص ايه؟ شديد جدا، بيصلي الفجر وملتزم جدا وقاسي جدا. الشخص ده يبقى الذات اللي متقمصها الذات اللي ايه؟ الوالديه،
اللي هي بتاعت الايه؟ الاوامر والنواهي واللي صح واللي ما يصحش. طب شكر سرحان كان عايش مع حسن يوسف بيدافع عنه كل ما يغلط غلطه، ويجي صلاح ذو الفقار اللي هو ضابط البوليس يضغط عليه ويقول له انت غلط، دوك هي ايه؟ يدافع عنه ويحميه. كان بيلعب دور الايه؟ الاب الحاني الايه؟ الراعي. يعني ابوه بيلعب الاب الايه؟ القاسي اللوام اللي بيضرب بالقربان، بينما شكر سرحان بيعمل دور الايه؟ الاب الحاني. طب امينه رزق كانت بتعمل ايه مع حسن يوسف؟ دور الام الايه؟ الحانيه الراعيه اللي بتدي يعني كل حاجه وتتسامح في كل الاخطاء. طب صلاح ذو الفقار كان بيعمل ايه؟ الراشد اللي بيشغل عقله ويكشف اخطائه ويشك فيه وبيطبق عليه الايه؟ قوانين الواقع. وفي الاخر قبض عليه ووداه وهو ميت، وداه قبض عليه. يعني حتى في لحظه موته كان بيقبض عليه لانه بيشغل الايه؟ دور الراشد. شايفين؟ طب عزيز البدراوي كانت بتمثل دور ايه؟ دور الطفله المتكيفه المنقاده. انقادت له ومارست معاه قبل الجواز، وطبعا ده اللي خدها على دماغه مين؟ شكر سرحان بعد كده لما اتجوزها، وطبعا اتصدم. ولما اتصدم وعرف انها انه ده من اخوه بالذات، بدا ما يبقاش حامله وخلى اخوه الضابط يقبض عليه. وامه بقى تقول له حوشه منه، انت طول عمرك بتدافع عنه. قال لها لا. هنا بقى اخذ دور الايه؟ دور الاب القاسي اللي ما بقاش متسامح. فيلم بيشكل الذوات بشكل، لان انا كنت بحضر المحاضره دي وشفت الفيلم في كلاسيك بالصدفه، فقلت اجيب لكم الايه؟ الصوره دي عشان نطبق عليها الايه؟ الذوات. هل الذوات دي ممكن تتواجد مع بعضها ثلاثه؟ ها؟ ممكن؟ اكيد. ولما بتتواجد مع بعضها بنقول عليه تلاوث. يعني ايه؟ كونتامينيشن. يلا. طب هو التلوث ده عيب؟ هنشوف هو عيب ولا مش عيب. احنا لما بنسمع كلمه تلوث بنقول تلوث بالايه؟ بالميكروبات. فبنتطهر، بنغسل ايدينا ونعمل ديتول ومش عارف ايه. فهل هو تلوث ضار؟ يقول لك يتلوث الراشد بالذات الايه؟ الطفليه. فيفسر الواقع بمنطق الايه؟ الطفل. الله. طب هو لما الراشد يفسر الواقع بمنطق الطفل يبقى صح ولا يبقى تخلى عن دوره؟ تخلى عن دوره. فبيبتدي يعتقد انه اللي حواليه بيضحكوا ايه؟ عليه وبيسخروا منه، وتبقى ايه؟ عنده ضلالات. يعني هنا التلوث بقى تلوث ايه؟ ضار. لكن لما يبقى التلوث وانا في المحاضره معاكم كده واروح قايل نكته فتضحكوا، دي فكاهه ودي روح طفل. فكاهه بتبقى روح ايه؟ طفل. ده بيصحصحكم وبيخليكم ايه؟ تبقوا مور اكتف، وممكن النكته دي تبقى لها معنى علمي. ها؟ فده تلوث طفل، لكن تلوث ايه؟ صحي ايجابي. انما هنا بقى تلوث مش ايه؟ مش ايجابي. ممكن الراشد يتلوث بقوانين الوالدين فيطبق اللوم ويفرض معتقدات الواقع الوالد كحقائق ايه؟ واقعيه، ولكن ايه؟ ليست جزء من الواقع. يعني ما هياش جزء من هنا ولا ايه؟ لانها معتقدات موروثه فما بيطبقش الواقع. فهنا يبقى ده تلوث صحي ولا مش صحي؟ الموقف ده هيعمل تعصب قيمي وبيرتبط بذات الوالد وتلويثه للراشد، وده بقى اللي بيستغلوه بتوع الجماعات الايه؟ عشان يسيطروا على الايه؟ على الناس، ويقولوا لهم من راى منكم منكرا فليغيره بيده. يغيره بيده يعني ده داعش، تلاقي واحد ما بيصليش يذبحوه قدام الناس ويقول لك ده كافر. الله، الراجل ما صلاش عشان ما كانش لاقي ميه يتوضى، لكن لا يذبحوه. يعني الى هذا الحد استغلال الدين في السياسه
ودخول الجماعات الإرهابية بمنطق التحكم وإلغاء العقل وسيطرة الذات الوالدية الموروثة لعقل الراشد وإلغائها للعقل والمنطق مصيبة كبيرة في المجتمعات. وطبعا ده حصل في أفغانستان للأسف دلوقتي، في تلوث الطفل بالراشد. يعني ايه؟ عشان يحقق إشباع نزوات الايه؟ الطفل. يعني عايز يروح رحلة مع أصحابه، فالطفل اللي جواه عنده الرغبة انه ايه؟ فيبتدي يتحايل انه محتاج ياخد كورس عشان ينجح في الايه؟ في الامتحان، وياخد فلوس الايه؟ هنا هو شغل ايه؟ عقله، شغل عقل الراشد، لكن في نفس الوقت هو هيعمل تصرف ايه؟ طفل، فاستغل الراشد عشان يشبع ايه؟ يحقق احتياجات الطفل بالتحايل او النصب، وفعلا نصب على اهله واخد الفلوس، وبدل ما يروح الكورس راح ايه؟ راح الرحلة. وطبعا كنت فين؟ لا كنت في الكورس، اصل الكورس ده كان كورس متصل وكنا بيتين قاعدين نايمين صاحيين مش كده؟ طب هل ممكن يتم استبعاد ذات لباقي الزواج؟ ممكن؟ ممكن، هنشوف ده. طبعا يعني يحصل نوع من الاكسكلوجن او الاستبعاد، فلما تسيطر حالة من حالات الانا على الشخص وما تسمحش لاي حالة تانية انها ايه؟ تدخل. الله، مش احنا عارفين ان الانسان متكامل مش كده؟ زي ما فيه طفل، زي ما فيه قيم، زي ما فيه عقل، والتلاتة المفروض بايه؟ يكملوا بعض. لكن لما لا، ده راشد وبس، شوفوا هيحصل ايه بقى؟ ده بيخلي الشخص الصفة النمطية، وبتبقى الذات المسيطرة بتستبعد كل الايه؟ الذوات الاخرى. طب لو سيطرت الذات الوالدية على الشخص واستبعدت كل الباقيين هيحصل ايه؟ اتفضل. الاوامر والنواهي والقيود والتسلط والمفروض، كل ده مفروض وخانق لمين؟ للشخص. والعادات والتقاليد والصواب والخطأ، وتستبعد كل من الذات الطفلية وذات الراشد. يعني مفيش ايه؟ لا منطق ولا روح الفكاهة والتلقائية ولا روح الطفل، مفيش خالص. هو ايه؟ كله اوامر ونواهي. ها هو ادي النموذج اهو، دول الاثنين عليهم ايه؟ اكس، ما يشتغلوش، انما ده ايه؟ ده اللي مسيطر. هنشوف لو حصلت حاجه تانية. طبعا بتلوم الشخص على كل ايه؟ وبتضره، وتولد عنده احساس الذنب لمجرد التفكير دون الفعل، زي ما بيحصل في بتوع الايه؟ الوسواس، من غير منطق ومن غير تفاهم. طبعا الذاتين التانيين بقى اللي هما ذات الراشد وذات الطفل هيحصل لهم ايه؟ اهم طبعا هيتصب عليهم غضب. مين؟ غضب سطوة الايه؟ الاب الداخلي. يعني هيبقوا ضحية لايه؟ لذات الاب المسيطرة. ها؟ وعشان كده يعني لو شفنا النموذج بتاع كلهم اولادي، بتاع الراجل القاسي ده اللي هو الاب القاسي اللي كان ماسك الكرباج، الراجل ما كانش شكله سعيد ابدا، نكدي متسلط، بينام لوحده ومراته بتنام في اوضه ثانيه مع عزيز البدراوي في الفيلم، واضحه قوي الحكايه ديت. وهو ايه؟ يقوم يصلي الفجر وكانه ايه؟ مبرمج، ما فيهوش، مش عايش الحياه كما ينبغي ان تعاش، ولا بان ده خالص فيه. طب ايه اللي هيحصل لو سيطرت ذات الراشد؟ هل دي ميزه ولا ده عيب؟ برضه بتفرض المنطق والعقلانيه والواقع مع تحمل المسؤوليه. يعني معنى كده انه هيبقى في نضج، بس كله نضج وايه؟ وبس. وتستبعد ذات الايه؟ مفيش فكاهه، وكله ايه؟ حسب، وكله جديه، ها؟ وكل التزام كانه كمبيوتر، وتستبعد الامر، يعني القيم والعادات والتقاليد لا، لكن العقل والمنطق والواقع وهنا والان، وعقلاني زياده عن اللزوم وبدون قيم.
اهو حاله الايه؟ طبعا شاطبه ايه؟ لاغيه الابوه اللي هي القيم والتقاليد وفي نفس الوقت لاغيه الفقر. طب نشوف ايه اللي هيحصل لو سيطرت ذات الطفل بقى على الشخص، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتستبعد ذات الوالد وذات الراشد، وده هيدي يا تلقائيه وعفويه عند الطفل. اهو شايفين لغى ايه؟ الاثنين دول، فبقى ايه؟ هو المسيطر، مش كده؟ فبقى عفويه وتلقائيه زي حماده عزه كده. طبعا على طول انفعال ومشاعر، ومفيش لا عقل ولا منطق، ومفيش موضوعيه وعدم خضوع للواقع وعدم تحمل مسؤوليه. انا حماده عزه بكل مواصفات، لكن حماده عزه كان طفل ايه؟ انما في طفل تاني متكيف. الطفل المتكيف ده بيبقى متبرمج وبينفذ كل الايه؟ زي ما قلت لكم، الشاب اللي متجوز وكل ما مراته تتكلم معاه في حاجه يدخل على جنبه ويشوف راي امه ايه؟ ما يتصرفش من غير امه خالص، فده طفل ايه؟ متكيف. لكن الطفل التلقائي ممكن يبقى مبدع لو قدر يخلي الراشد يترجم، لو قدر يخلي الراشد اللي هو العقل والمنطق يترجم الابداعات اللي بتطلع من خيال الطفل. وهو ده اللي كان بيتكلم عنه يونج. فاكرين لما كنا بنتكلم عن يونج كنا بنقول ايه؟ انه بتطلع الحاجات من العمق الداخلي، واللي بيترجمها الانا، بيترجمها الانا بمنطق وعقل وموضوعيه بما يناسب الواقع. احمد رامي كان عاشق لام كلثوم، وكان ام كلثوم بتحبه بس مش ايه يعني، مش لدرجه انها تقبل انها تتجوزه. هو طبعا كان متجوز وهي صديقه مراته وكده، لكن كان الطفل اللي جواه اللي بيعشق ام كلثوم يطلع ابداعات شعريه كلها بتخاطب مين؟ ام كلثوم. ها يعني اغانيه كلها موجهه لام كلثوم اللي هو بيحبها، وبشكل ناضج وبشكل فيه منطق وفيه ابداع. فده مشاعر الطفل حين يرشدها الناضج ويضعها في قالب واقعي يقبله الايه؟ يقبله المجتمع. فاروق جويده بيقول انه احمد رامي كان المفروض انه يبقى شاعر الفصحى، لكن ام كلثوم وحبه ليها حوله من شاعر الفصحى الى شاعر العاميه. لكن ام كلثوم بشعره العامي والاغاني اللي عملتها له اداته خلود اكتر ما كانت الفصحى هتديهوله. فاحمد رامي لغايه دلوقتي انا بستمتع بالكلمات بتاعته لما اسمعها واعيش معاها، وام كلثوم بتغنيها بعض الايام اللي ببقى مش في العياده فيها. نرجع تاني، مين ده؟ احمد عزه. ده الطفل مسيطر. ايه اللي هيحصل من التلوث والاستبعاد بقى؟ احنا اتكلمنا عن التلوث والاستبعاد، هيحصل منهم ايه؟ طبعا هي دي ودي الاثنين ايه؟ مرضيه. تخلي بالتواجد الايه؟ الايجابي للشخص، لان احنا عايزين الثلاث زوايا يبقوا ايه؟ موجودين، وكل واحده تطلع في ايه؟ في اللحظه المناسبه، مش كده؟ عشان كده بنقول التناوب المتوازن للزواج صحي ويساعد على التواجد الايجابي اللي هو الصحه النفسيه. وطبعا بيخلي الشخص يفيد ويستفيد من الايه؟ من الواقع. لكن لحسن الحظ عصرت يوم الحد اللي فات اللي هو 13 اغسطس على في الصفحه الثانيه في الاهرام على نجوم هوليود وهم بيواجهوا الوصمة بتاعت المرض النفسي. تعرفوا ايه عن وصمة المرض النفسي؟ قولي يا عمل، دي من موضوع الدكتوراه. اللي هي علي صوتك. الناس عامة بيبقى عندها مشكلة مع المرض النفسي، يبقى في عندهم مش عايزين حتى لو ابنهم عيان يروحوا اللي هم يكشفوا عند التجارين وعند الشيوخ، لكن ما يجوش يعترفوا ان هو مرض نفسي. في عندهم وصف بالمرض النفسي، يعني ما يودوش ابنهم عند دكتور نفسي، لكن ممكن يودوه عند التجارين والشيوخ. وده طبعا بيأخر الشفاء بتاعة المريض، بيتأخر كل حاجة، بيجوا لنا بعد ما يكون لفوا على كل الناس. وطبعا حد دورت كتير ونبتدي بقى نبتدي معاه.
للاسف مش معترفه اصلا ان في مرض نفسي في المجتمع. تمام، يعني الوصمه للاسف الشديد زي ما قالت عمل كده بتخلي صعوبه في الاعتراف بالمرض النفسي. ومش بس كده، ده بتشمل المرض النفسي والطب النفسي واللي بيشتغلوا فيه. تبص تلاقيهم يقول لك ايه، يعرف انك طبيب، يعرف انك طبيب نفسي، يقول لك اه بقى انت بتتعامل مع المجانين كده، اثروا على عقلك. ما هو وبعدين لو خطبت بقى وحصل موقف بينك وبين خطيبتك، يقول لك معلش ما هو بيتعامل مع مجانين. يعني ايه؟ هو كمان لاسع زيه زي الايه؟ زي المجانين. طبعا فللاسف وياما اتقال لنا الكلام ده، ولكن كانت الله يرحمها الدكتوره فايزه كامل قالت لي نصيحه نفعتني قوي. قالت لي اوعى تتكلم في التحليل النفسي بره جلسه العلاج النفسي. وده علمني ان ابقى في وسط الناس كده وكلهم يتكلموا في الطب النفسي وانا قاعد ايه؟ ساكت. الا في وسط المتخصصين اتكلم، انما عامه الناس او قرايبي او حد وبيتكلموا في المرض النفسي انا ساكت. ولو اتوجه ليا سؤال اجاوب باقتضاب قوي، بحيث ان انا ما اقولش لا ده مريض ولا ده ايه سليم، عشان اي كلمه هقولها تشير الى مرض ما هو بتاع مجانين هيقول ايه؟ مش هيقول غير كده. فعشان كده لازم نخلي بالنا حتى الادويه بتاعتنا. يا نهار اسود، ده الصيدلي تروح له لروشتك الصيدلي، الدكاترة البطنيين والدكاترة البطنيين، يا نهار اسود مديك الأدوية دي كلها، ده هيجننك كده. يعني الأدوية بتاعتنا كمان مش لا تسلم من الصيدلي ولا حتى من التخصصات الأخرى. ما بالك بقى بقرايبي، أنت طول ما بتاخد الدواء بتاع الدكتور ده أنت هتفضل عيان طول عمرك. أنت يعني الأدوية بتاعتنا الأخرى بيوصفوها باوصاف ان هي اللي هتجننه ويخلوا العيان يبطل قبل ما يصل الى الشفاء فينتكس. ولما ينتكس علاج المنتكس اصعب من علاج الحاله الايه؟ الجديده للاسف الشديد. ودي مشكله غباء يعني، وده كله من الوصمه النفسيه. طبعا حتى المستشفيات النفسيه، اما حد كده ايه يقول له اه عباسيه عباسية دي يعني ايه؟ مش العباسية لا المستشفى. والتاني اه لا ده باين عليه خنكة. خنكة دي يعني ايه؟ الله، يعني حتى المستشفيات لم تسلم من ايه؟ التاكسي ما بيدخلش المستشفى. التاكسي لما نقول له ده ادخل المستشفى يسيبنا عند الباب ويدخل اه ايوه لا ده والام تيجي اعمل معروف يا دكتور اوعى تدخله مستشفى. يا ستي ما ينفعلوش علاج الا في المستشفى. ابدا يا دكتور اعمل معروف، اعمل اي حاجه الا انه يدخل مستشفى. البنت هتتجوز ازاي؟ اوعى تدخلها مستشفى يا دكتور، هيتقال عليها دخلت مستشفى. طب مالهاش علاج الا كده. انما تقول ايه؟ بقت وصمه. خلينا بقى طب هل عدد المصابين بالمرض النفسي في العالم تفتكروا كام؟ عدد سكان العالم 7 مليار. هم بيقولوا ان على الاقل مليار منهم، على الاقل مليار من السبعه عنده مرض نفسي بجد. اهو يعني فعلا في مليار بيعانوا من المرض الايه؟ النفسي. طب ايه اثار الوصمه بقى؟ الوصمه اللي احنا بنتكلم عنها دي اثارها ايه؟ فقد الثقه بالنفس. طبعا المريض بيفقد ثقته بايه؟ وبعدين سوء العلاقات يبتدي يتقال. يعني لو عرفوا ان واحد في الشغل ايه؟ يتعالج نفسيا يقول لك اه ما هو لاسع. لا يبهدلوه ويعملوه كبش ايه؟ كبش في دقنه ويبهدلوه ويتريقوا عليه. فسوء العلاقات يتنمروا عليه؟ اه يتنمروا عليه وكل حد يشوفه يقول له ها. وطبعا ده غير ان واحد تاني ممكن يقبضوا على قفاه حاجات كده ويتنمروا عليه، والاخر يقولوا على الصهور مجنون. كلهم بقى اتفقوا، انتوا شفتوا فيلم شريهان
عادل امام فاكرين بتاع الطماطم الفيلم ده يوريك قد ايه الناس بتلبس المجنون كل المصايب اللي موجوده فيها. احمد بدير تحرش بيها وقال ده هي اللي ايه هي اللي مجنون، تتوهم ان هو اللي تحرش بيها في الفيلم. فالتنمر والتحرش والبلاوي كلها تحصل من الاخرين والمريض النفسي يبقى ضحيه ليها. التهرب من البحث عن العلاج طبعا، هو هيروح يتعالج هيتقال عليه ايه؟ مجنون، ده مش هيجي، واهله يشدوه ويجيبوه بالعافيه، ولو جابوه ما يرضاش ياخد الايه؟ كل دي من الوصمه. عدم فرصه عمل طبعا، لو عرفوا انه ايه؟ بيتعالج نفسيا ولا اي حاجه ما فيش مكان هيقبل ايه؟ يشغله، يقول لك الله احنا هنجيب لنفسنا مصيبه، ده ممكن في اي وقت ايه يتجنن علينا. مشاكل ماديه طبعا، ما فيش شغل هيبقى ايه؟ هيبقى في مشاكل ماديه. ادي بقى اللي لقيته في اهرام 13 اغسطس اللي هو يوم الاحد، نجمته الجود في مواجهه المرض النفسي. مصطفى روح يقف جنب البتاع دي واقرا نجمته الجود قالوا ايه؟ انا هجيبهم لك كل واحده اهي، دي قايله لوحدها فلسطين يلا اهي ها؟ على رأسها بصوت عالي، على رأسها المؤثرة التي كتبت مقالا نشرته مجلة تايم الأمريكية تسرد فيه جانبا من معاناتها من اضطرابات الصحة العقلية والاكتئاب الشديد والقلق المفرط. وقالت بيل إنها عانت من الاكتئاب منذ أن كانت في 18 من عمرها، وكانت تشعر بالخجل الشديد من التحدث في هذا الأمر، لكن بعد جائحة كورونا وتفاقم أزمة الصحة النفسية حول العالم خاصة بصدر هذا كمل انا ولا؟ ها؟ الثانية. أما الممثلة أيدن بنتك فقد تحدثت عن تجربتها مع اكتئاب ما بعد الولادة بعد وضعها لابنتها تايا في 2014 ولمدة 8 أشهر متواليه وقت. طبعا دي كانت بتتكلم عن بوست بارتم ايه؟ ديبريشن. وطبعا طلع على مدى التجربه الكثير فليست كل الامهات متشابهات، فهناك نساء مدنيات بشكل مذهل واخريات ترعبهن الامومه، لكن ذلك لا يعني انهن امهات سيئات، وهو ما تعلمته فيما بعد تلقي العلاج كنت مكتئبه وخائفه واشعر في قرارات نفسي بانني ام في منتهى القسوه تهمل طفلتها التي تجدها وتنفر منها، لكن العلاج ساعدني على تجاوز المهنه، ولذلك يجب على كل امراه الا تستسلم لمخاوفها وتدرك ان بامكانها ان تصبح اما جيده، وان مشاعر بعد الولاده طبيعيه جدا، ويجب على الرجال مسانده النساء في هذا الشان وعدم اخفاقهن او تفهمهن التقصير، وان تجربتها كانت حافزه لها وتصبح تحدث الالام اللي هي تجربات التوابط الكامله العقليه. يعني شايفين نجمات هوليود خليك استنى، انت مستعجل ليه؟ مين اللي بطنه وجعان؟ كاترين بيتر جونز. اما الممثله كاترين بيتا جونز فقد اعترفت بانها اصيبت بمرض نفسي وهو اضطراب ثنائي القطب بعد اصابه زوجها الممثل مايكل دوغلاس بمرض سرطان الحنجره، وانها تلقت علاجا نفسيا متخصصا وتناولت الادويه اللازمه حتى تغلبت على ازمتها. وقالت بيتا جونز كان ذلك افضل شيء حدث لي، فقد علمني ان اتعرف على نفسي وان اتعامل مع مشاعري، أنا تقبلت ذاتي وأدركت أن الحياة وأدركت أن الحياة مليئة بالمطبات والابتكار في الخط، وهدفي أتاري من أبقى في المنتصف لدور مكان المناسب لي أنا. كمل. أما المطربة ديمي لافاتو فقد اعترفت بأنها عانت من مرض عقلي في طفولتها، وكانت لديها ميول انتحارية منذ الصغر استمرت حتى سن المراهقة وراء الإشكاليات، فكان لديها ميل لإيذاء الذات واضطرابات في التغذية، ثم دفعتها حالتها المضطربة إلى إدمان المخدرات، وتم تشخيص حالتها باضطراب ثنائي القطب، وسعت للعلاج بنفسها، والتحقت بإحدى دور التأهيل وماتت فيها لفترة حتى استطاعت التغلب على أزمتها، ثم أصبحت أحد الناشطات في حملات رفع الوصمة عن الأمراض النفسية والعقلية، كما أذكرت لاباتو كتابا يروي في الصفحة بعنوان كوني فوني. أشكرك يا مصطفى. زي ما انتم شايفين ادي نجمات هوليود بيعترفوا، ودول نجمات مش اي حاجه، كل واحده فيهم جالها مرض نفسي
واتعالجت منه وبتعترف بده، وده بيساعد ان الوصمه بتاعه المرض النفسي تقل، لانه مش عيب ابدا ان حد يتعب. ده يعني اذا كان نجمات السينمات العالميه اللي احنا لما بنشوفهم يعني بنبقى يعني بننبهر بيهم، بنلاقيهم اهو عانوا من المرض النفسي. طبعا بعد هذه الرحله مع الترانز اكشنال اناليسيس، التحليل التفاعلاتي والوصمه، نعود الى نيل مصر الجميل الذي يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظه لنا هذا العام بفيضان اغرق من كان يريد ان يوقف هذا النيل، ها، وغصب عنه جاء النيل بفيضان اكتر من كل سنه، لانه ربنا عايز مصر تتحفظ وعايزها تستمر بنيلها العظيم وآثارها العظيمة. وأشكركم.